الرسوم الأخرى تزيد من الكلفة الإجمالية بشكل مبطن، يعني اختيار المقعد، الوجبات، الحقيبة وطبع التذاكر مثل ما حكينا قبل شوي. تأكيد يعني هاي بالسنوات الماضية، بالسنوات يعني العشر سنوات الأخيرة أو أكثر من ذلك بقليل، كانت شركات الطيران دائما تبحث عن طريقة لزيادة دخلها بدون ما يكون سعر التذكرة الأساسي عم بيزيد بشكل كبير حتى ما يصير في نفور. فكان في هناك يعني ابتكارات كثيرة في موضوع إنه أحيانا اختيار المقعد، استخدام بعض المنافع، العفش الزائد أو العفش الأقل، فكله كان طبعا بهدف زيادة الدخل بسبب الضغوط اللي كانت عم تواجهها شركات الطيران في سنوات خلينا نقول ما قبل جائحة كورونا، لأنه قطاع الطيران من بعد جائحة كورونا أصبح شيء مختلف تماما، والأسعار ارتفعت حاليا بشكل كبير جدا بسبب زيادة الطلب على السفر بشكل يعني غير مسبوق.